خمس شغلات تسويها إذا كنت تعاني من دهون البطن. تعال اسمع. رقم واحد، التقليل من استهلاك السكريات. الكاكاو ربعه، ما قلت ممنوع، ما قلت ما يصير، قلت التقليل، فقط التقليل. ما في مشكلة إنك تاكل، بس إذا تفرط طول عمرها دهون البطن ما راح تروح منك طول عمرها، خذها مني كلمة. رقم اثنين، الإفراط في تناول النشويات، العيش، المعكرونية، الخبز. أعيد وأقول، إحنا مو مشكلتنا مع النشويات، مشكلتنا مع الإفراط. رقم ثلاثة، البطاط. في ناس ما عنده مشكلة مع الكاكاو ولا مع العيش والخبز، بس مشكلته بالبطاط، يأكل كميات كبيرة من البطاط، فالتقليل مطلوب مو ممنوع، التقليل. الكرواسان، البانكيك والوافل، إذا كانوا ضمن جدولك اليومي طول عمرها دهون الكرش ودهون البطن ما راح تروح، قلل أو اقطع. إذا أنت رفيج المقالي ومطيح له بالمقالي أنت ودهون البطن كذي رابع بتصيرون، قلل كثر ما تقدر. لازم تعرفون أن مشكلتنا مع دهون البطن الإفراط في تناول كميات سواء الكربوهيدرات أو السكريات أو البطاط إلى آخره. مشكلتنا بالإفراط، مو مشكلتنا بالسكر ولا مشكلتنا بالكربوهيدرات، بالإفراط فقط وبس. والله سلامتكم وتعيشون، وأتمنى أنكم استفدتوا من فقرة الجمعية.